شكرا للزميل مهند الجالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، نرحب بكم من استاد القاهره. مباراة الزمالك المصري امام الترجي التونسي في اطار ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. مواجهه تتجدد بين فريقين من جديد، التقيا قبل اسبوعين في عاصمه الرياضه بالدوحه في اطار السوبر الافريقي. الزمالك المصري انتصر على الترجي 3-1. الحوار يتجدد بينهما هذه المره في اطار المسابقه الاولى على مستوى بطولات افريقيا للانديه. الترجي حامل اللقب في اخر نسختين، يتطلع للحفاظ على هذا اللقب، ويسعى فريق الترجي لمواصلة المشوار، فيما فريق الزمالك المصري اللي يبحث عن فرصة من أجل الذهاب للدور النصف النهائي. في انتظار دخول الفريقين أرضية الميدان، في انتظار أن نشاهد لقاء يليق بسمعة الفريقين. الآن سينطلق اللقاء، ولكن قبل صفرة البداية نذكر بتشكيلة الفريقين. وعلى حسب الوصول نبدأ بالفريق الضيف الترجي، يلعب اليوم بن شريفية في المرمى، رباعي الدفاع الياس الشبي، محمد علي اليعقوبي، شمس الدين الدوادي، ايهاب المباركي. والصحاولة كورة تلعب، كورة داخل منطقة جزاء الزمالك، متابع من اليعقوبي، تلعب كورة عرضية إلى خارج بتريسور. تريسور لاعب سابق لفرنسا كان القائد، وشقيق اسماعيل لقب جون امادو تيغانا. خطا لصالح الدولي اللي بجوم، ينطلق لسبيرونس الان، كرة عند بالرمضان، بالي بالرمضان، مسات كرة للفريق التونسي، ولكن يرجع كرة فرجاني للوراء، يكسبها حمدينيو، حمدو ينطلق، حمدو يصدر، وكرة قريبة جدا، محاولة تضيع على الترجي، غلطة بيرجع الكرة، ينطلق حمدينيو يصور ترى بن غيت، ينطلق الياس شتي، الياس كرة خطيرة، والهدف يضيع، والترجي مازال خطير، الترجي مازال خطير، يهدد مرمى كرة عبد الشافي. بينما هناك صابر وخطأ لصالح الفريق المصري. يحاول اليوم فريق الترجي ابراز الوجه، كرة في الجهة اليمنى مع انطلاق الان الفريق المصري. فيما هناك خطأ لصالح الزمالك، كرة ضد الياس الشتي. فرشاني في وروي مكاي وتشالمينيا لما فازوا برقم الدوري والكوبا ديل ري والسوبر. بن شرقي سيد يستعد، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، كرة ينطلق الان بن شرقي، اشرف مع كوليبالي ورامير، وارتد الشارع الاحمر في الفاينل 2014. كرة اللي طارت في اللقب السادس على مستوى الشامبيونز ليج منذ عام كرة من جديد عند الزمالك، طارق حامد عليه، يدخل الترجي بشكل ممتاز، حاسم امام يتابع، والحكم يحتسب خطا. الاعلان عمدو يتدخل، ولكن في خطا. ثانيا خلف تيبي مازيمبي، كان معاه بريميرو دو اغوست الفريق الانغولي وزيسكو يونايتد الزامبي. الحكم مره ثانيه يوقف اللعب، واصابه لاعب فريق الزمالك. الترجي اللي كان من الممكن يسجل هدفين في اول 10 دقائق. جونيور فيما هدف الترجي كان فريق فرانك اوليفي، هذا حدو يلعب كره ممتازه، والهدف الترجي سجل، الترجي سجل كره بالشبكه، وهدف عن طريق بنغيب الجزائري، هذه المره يسدد كره ماكره صعبه جدا على ابو جبل، والفريق التونسي يتقدم بالواحد. الترجي سجل كره بالشبكه، وهدف عن طريق بنغيب الجزائري، هذه المره يسدد كره ماكره صعبه جدا على ابو جبل، والفريق التونسي يتقدم بال1-0. الثالثه تيب بكشفه، الثالثه بالشبكه، هذه المره الرؤوف بنغيب يوقع على كره كلاس بقيه، ترجي واحد الزمالك لا شيء، الترجي يتمكن من التسجيل. ترجي فريق قادر على صناعة العبور، فريق عالي الكعب ورفيع المقدرة، ترجي فريق قادر على صناعة العبور، فريق عالي الكعب ورفيع المقام، وصاحب حضور فريق قوي يكرس منطق التفوق في أي مكان وفي أي زمان. أسبقية للترجي وسط به
الزملكاوي. كورة من حمدو للمتقدم من الخلف، شوف لعبها، كورة أرسلها بالزاوية البعيدة من غيط. فرحت بالشرفية بأسبقية الإسبرانس، ترشي واحد الزمالك لا شيء، ولمسة الجزائري تمنح فرحة أولاد باب السويقة. الترجي يتكلم من الأبراف، ما عطاش الفرصة للزمالك. هنا جبران ينطلق بالكرة، يصادم التعادل والتعادل والتعادل، أي صاروخ هذا، أي كرة هذه، والناجم يرب على الجزائري. إذا كان الترجي سجل عن طريق بنغيت الجزائري، فان الزمالك يعدل عن طريق المغربي والناجم، واحد واحد، والفريق الزمالكاوي يتمكن من إبراك كرة التعادل. قذيفة من مسافة بعيدة، والنجم يعب الكفة، واحد واحد، والفريق الزملكاوي يرجع للمباراة. يتنفس الفريق الزملكاوي بهدف والنجم، هدف التعبيل بعد كورة مباغتة، بعد كورة صوبها بغاية الدقة والتركيز. شوف العادة كنترول، انتظر وسطت كورة قوية، كان متقدم الحارس بن شرفية. هدف مقابل هدف في هذه القمة العربية، قمة عربية في إطار أفريقي. هدف بن غيث يعطي للمباراة الأول. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، راسية في العارضة، خطير الزمالك من خلال الراسيات. محمود علاء، كرة ارتقى ليها علاء، والعارضة العارضة نابت عن الترجي وعن بن شرفية. ضربة مرمى الفريق التونسي، شوف الإعادة من جديد. كرة داخل منطقة الجزاء، ارتقاء من محمود علاء، والترجي عنده مشاكل في الكرات العالية. شوف الإعادة من جديد، كرة اللي اختفها علاء، اختفها من إيهاب المباركي. جبل ركنيه للترجي، ترجي فريق الترجي من أجل هدف ثاني. كرة داخل منطقة الجزاء، الزمالك راسية وتمهيد من الدوادي، هذه كرة من حمد. كرة تلعب من المباركي باتجاه وتراء سالة في الشوط الاول، ضغط كبير لفرض الترجي، قيد من حركه لاعبي فريق الزمالك. حامد سلام المصطفى محمد، مصطفى محمد، او النجم او النجم او النجم، عرضيه سهله عند بن شرفية. محمود علي، امام حاسم، امام، او النجم او النجم، التمرير كرة عند بن شرقي، بن شرقي، بن شرقي، بن شرقي، مر بن شرقي، تصدي بلحظه الاخيره. سوبر بابنا بن شرقي، مرمى اثنين بسهوله تامه، ولكن تدخل في اللحظه الاخيره من شمس الدين الدوادي. يتدخل شمس الدين الدوادي في اللحظه الاخيره. ترجع علي، محمود علي يلعب كوره باتجاه مصطفى، مصطفى يربط كوره، يمرر باتجاه فرشاري الساسي، عبد الشافي يحاول حق بابنا، كوره محمود علي اللونج بول باتجاه مصطفى، يربط ويسدد، ولكن كرة عند الحارس بن شرفية. كرة طويلة اختصر بها المسافات الزمالك، وكان كرة تلعب بشكل مقوس، تنتهي لخارج الملعب. الوقت يمر، نلعب في آخر 20 دقيقة من نهاية القمة العربية، قمة عربية في إطار أفريقي. واحد واحد، حتى الزمالك من دون حلول. كرة في وسط الميدان، الوين شاقرب، تمرير عند بن شرقي لمحمد أوناجم. طارق حامد من جديد، طارق حامد، حاسم امام لطارق حامد، زيزو، زيزو لعبد الشافي، عرضيه من عبد الشافي، زمالك في هجمه سريعه، في كره خطيره، والهدف الثاني، والهدف الثاني، الزمالك يسجل، الزمالك يسجل الهدف الثاني عن طريق زيزو. زيزو يضع كرة في المرمى وسط اعتراض من لاعبي الترجي، زيزو سجل ثاني اهداف الزمالك، نقاش واعتراض من لاعبي الترجي، والحكم رضوان شيد الورقة الحمراء، سيشر الورقة الحمراء المغربي، نقاش من لاعبي الترجي يطالبوا بخطأ، هدف يحتسب للزمالك، واعتراض من جانب الترجي. رضوان شيد الورقة الحمراء، مازال النقاش مستمر،
يعني كنا نتمنى أن تنتهي المباراة دون أن نشاهد الورقة الحمراء. الحمد لله امبارح شفت الورقة الحمراء تخوفت امبارح في وجه بن شلفية. طبعا يعني نتمنى هذا اللقاء العربي ينتهي في كنف الروح الرياضية. الورقة الحمراء تسجل حضورها، الورقة الحمراء تسجل حضورها.